أغلب مناطق العاصمة بغداد إن لم تكن جميعها تعاني الإهمال والتقصير من قبل أمانة العاصمة والتراكمات السلبية التي تركتها الحكومات السابقة، فالخدمات العامة التي من المفترض أن تقدم للمواطن البغدادي بصورة مستمرة باتت اليوم شبه منعدمة. أما حي الجزائر في منطقة الشعب في بغداد فهو أحد أكبر المتضررين من سوء الخدمات المقدمة من أمانة بغداد، فلا تجديد لتبليط الشوارع ولا حتى تنظيفها، لتتراكم أكداس النفايات على الأرصفة بصورة تشوه الهيئة العامة لشوارع بغداد. احنا هنا منطقتنا بالشعب بالذات حي الصحة مظلومة من جهة من صحة أمانة بغداد. احنا هنا هسه من نجي للواقع الخدمي تبليط ماكو، تكرموا المجاري بين فترة وفترة طاقة، هاي الفروع ما نقدر نفوت بيها. أما المدارس، المدارس عندنا المدارس قدام ثلاث شفتات، شفت صباحي، شفت مسائي، وشفت بعد المسائي. شلون أشوف الواقع الخدمي؟ هاي شنو هاي؟ هاي قدام عينك. واقع خدمي، جواز صفر. جواز صفر، كله جواز صفر. الله وكيلك محمد كفيلك. المواطنون عزوا الأمر إلى سببين. الأول هو التقصير في منح المستحقات المالية للعاملين في الأمانة من عمال مسؤولين عن رفع أكداس النفايات، والسبب الآخر عدم توفير العدد الكافي من العاملين في هذا المجال. عندك بالنسبة لأمانة بغداد، أمانة بغداد ما جاي تلحق، عندنا يعني فد مشكلة كل الصعبة ويا أمانة بغداد، ما جاي يساعد الكوادر الخدمية. هنا يجيك أبو الأمانة تقول له يابا تعال شيل النفايات، يقول لك ما أقدر أشيلها. ليش؟ ما جاي يعطوني راتب، جاي ياخذ له 5 أيام 6 أيام يلا يجي، ما جاي يعطي راتب. زين الظل على هالوضعية، هاي الوضعية الظل هيك، الظل الشارع يظل 5 أيام 6، ما حيقدر يشيله يا بليش راتب ماكو. بين التقصير والإهمال أصبح الواقع الذي يعيشه المواطن البغدادي أكثر سوءا، والأمل محصور اليوم في حكومة الكاظم عسى أن تغير من الواقع شيء. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.